بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، اسعد الله صباحكم واوقاتكم بكل خير. التواصل مستمر والحديث دائما مع هذه الانطلاقات الجميله، هذه الانطلاقات الموفقه هنا من ارضيه هذا الميدان. شوطنا العاشر الذي انطلق مع الابكار المهجنات بشعارات يا ابناء القبائل، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس. هذه الانطلاقة الموفقة ما شاء الله هنا على أرضية هذا الميدان، أرضية هذا الميدان. الله، شف المركز الأول هناك أيضا ترافقها أيضا معزة ووبرة والأسهامي والعزرة، والكل ما شاء الله، الكل ما شاء الله يبى المركز الأول، الكل يبى المركز الأول. ولكن الشوط هذا يبغي شوي تكتيك، يبغي مراقبة. هناك شف المركز الأول محمد بن خليفة بن قحيد المهيري، النقرة على المركز الثاني اللي في المركز الثاني ما شاء الله معزة ومحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت حاضر هنا مع جماهير وبرة. في المركز الثالث أيضا لمحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وصلكم عبيد بن الدودة بن سويد العامري والشاهينية. هناك سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الاجتبي أيضا حاضر مع رابع المراكز، ولا المركز الخامس المسك سيف بن خلفان بن سيف الغويص السويدي. يا سلام تطالب زعبيل المزيد، زعبيل تطالبكم بالمزيد، بن قحيد يطالب بالمزيد، جماهيرك تطالب بالمزيد. وان شاء الله هذا موسم استثنائي، موسم جميل يا بن قحيد، موسم جميل يا بن قحيد. شف لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري، يا سلام، يا كم شل رموز هذا الشعار، يا كم شل بنادق هذا الشعار، يا كم وصل سلامات لأهالي زعبيل وأهالي الطي، يستاهلونه، يطولونه ويصولونه على هذا الأداء. المركز الثاني، هناك المركز الثاني ما شاء الله معز لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت، وثالث المراكز العزرة لعبيد بن الدودة بن سويد العامري، والمسك تأتي خامسا ولا رابعا لسيف بن خلفان بن سيف الغويص. هكذا كانت النتيجة، وبرة سادسا أيضا شعار الحميري. ولكن خني عند الشعار اللي ما يعرف إلا الرقم واحد، اللي ما يعرف إلا الرقم واحد، اللي إذا هجم ما ياخذ إلا المركز الأول. سلامي عليك يا بن قحيد، سلامي على هذا الحضور الجميل، سلامي على هذا الأداء المميز اللي تقدمه هجنك. الشوط الأول للإبكار المحليات صار مع أحد الأسامي المتواجدة مع أحد جنود هذا الشعار. ولكن شف أيها الإخوة، شوف اللي قادم، المسك بدأت تقترب، المسك بدأت تقترب لسيف بن خلفان بن سيف الغويص المركز
المركز الثالث هناك اللهيل العزرة لعبيد بن الدودة من سويد العامري، ولكن بنقحيد الأقرب لهذا الهدف الثاني لهذا الناموس الثاني. تهانينا لمحمد بن خليفة بن قحيد المركز الثاني، للسيد سيب بن خلفان الغويس المركز الثالث، أيها الإخوة للسيد عبيد بن الدودة من سويد العامري المركز الرابع، لمحمد بن عبد الله بن نايف الهاجري، وفي المركز الخامس اللي هي معزة في خامس المراكز محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. التوقيت 6:07:61 جزء من